رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لوحدة الصين ويستعرض ملفات التعاون الثنائي. التضخم في منطقة اليورو يسجل 5.2% خلال أغسطس الماضي. مطورة العقارات الصينية سوناك تتقدم بطلب للحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة. نشرة اقتصادية جديدة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. ترأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية لوحدة الصين، واستعرض الاجتماع ملفات التعاون الثنائي ما بين مصر والصين، والتي يأتي على رأسها حجم التبادل التجاري الذي بلغ 18 مليار دولار خلال عام 2022، وأيضا حجم الاستثمارات التي تبلغ 8 مليارات دولار من خلال 2066 شركة ذات مساهمة صينية. كما تطرقت المناقشات إلى مشروعات ومجالات التعاون ما بين البلدين في منطقة تاتيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء اهتمام الدولة بالنهوض بأوضاع الصناعات الغذائية وتذليل كافة العقبات لزيادة حجم النمو والإنتاج. أشار المركز إلى أهمية ذلك القطاع بالنسبة لإكمال سلاسل القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، وبما يسهم في زيادة حجم الصادرات الزراعية وتعزيز حجم المعروض بالسوق المحلية. كذلك خلال الجلسة 15 التي عقدها المركز من سلسلة جلسات المنتدى الفكري، وذلك تحت عنوان آليات زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية نحو مستقبل أفضل للتصنيع الزراعي، وذلك بحضور نخبة من المستثمرين في مجالي الزراعة والصناعات الغذائية. ذكر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن العالم لا زال في حاجة للوقود الأحفوري والطاقة التقليدية. وخلال ترأسه مائدة مستديرة مع الشركاء العالميين لتوظيف التكنولوجيا في الإسراع بإزالة الكربون في شرق المتوسط، أشار وزير البترول إلى أن أمن الطاقة والاكتفاء من مواردها أولوية، وهو ما أظهرته بقوة مشكلة الطاقة التي وقعت العام الماضي إثر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي ظل أن الكثيرين من الدول النامية لا زالوا يحتاجون للمزيد من الطاقة من أجل تلبية احتياجاتهم. أكد لواء هشام أمن وزير التنمية المحلية الحرص على الاستغلال الأمثل لمشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، وأيضا دعم شركات القطاع الخاص لتقديم أعلى مستوى خدمة للمواطن والحفاظ على حقوق الدولة. وخلال متابعته ووزيرة البيئة سبل تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة في المحافظة، أكدت ياسمين فؤاد السعي لتوفير فرص استثمارية في كافة مراحل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات المختلفة لضمان استدامتها. قد أوضحت وزيرة البيئة أن الاجتماع شهد عرض مقترح لإنشاء مجمع متكامل لتدوير الآمن للمخلفات المتولدة بمحافظة بورسعيد بالكيلو 14 جنوب بورسعيد والبنية التحتية له، وأيضا القيام بعملية التشغيل لهذا المجمع. يعقد المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الثانية من ظهر غد الأربعاء، وذلك في ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة. كان الجهاز التنفيذي قد أعد تقريرا شاملا، و
ويتضمن ما يفيد الانتهاء من كل وجميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، وذلك في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم. أحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات. هذا وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى كل مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ولنقل أعماله. قال البنك الدولي إنه وصندوق النقد سيمضيان قدما في عقد اجتماعاتهما السنوية لعام 2023 في مراكش بالمغرب في الفترة من 9 إلى 15 من أكتوبر المقبل بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. ذكر بيان مشترك أن تقييما أجراه موظفو المؤسستين توصلوا إلى أن الاجتماعات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، وأنه بالإمكان ضمان سلامة كل المشاركين في الاجتماعات. تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي ليسجل بذلك 5.2%، وأشارت وكالة بلومبرج إلى تأكيد التضخم الأساسي والذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، وهو مقياس رئيسي لصانعي السياسات عند 5.3%. ذكرت وكالة بلومبرج أن سفن الشحن من وإلى الاتحاد الأوروبي ستتحمل تكاليف الانبعاثات الباهظة، إذا سينضم قطاع الشحن البحرية في يناير المقبل إلى نظام تداول انبعاثات بالتكتل. أشارت بلومبرج إلى أن سفن الشحن تنقل أكثر من 80% من التجارة العالمية، وهي مصدر كبير للانبعاثات، إذ ضخت نحو 1 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في الهواء خلال عام 2018. غادرت سفينة شحن تحمل الحبوب ميناء تشيرنومورتسك الأوكرانية على البحر الأسود للمرة الأولى منذ انهيار اتفاق الحبوب في اختبار لقدرة أوكرانيا على فتح موانئها البحرية لتصدير الحبوب. كانت أوكرانيا قد أعلنت الشهر الماضي عن ممر إنساني في البحر الأسود للإفراج عن السفن المحاصرة في موانئها، وذلك منذ بدء الأزمة في شهر فبراير لعام 2022 وتخلي روسيا عن اتفاق للسماح لكييف بتصدير الحبوب. أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية الوصول إلى مخزون الغاز المستهدف للشتاء عند 14.7 مليار متر مكعب. قالت وزارة الطاقة إن البلاد تستخدم القليل من الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء، لكنها تعتمد عليه في التدفئة والصناعة، وهي قطاعات معرضة للخطر إذ تدمرت البنية التحتية. هذا ولا تستورد أوكرانيا الغاز مباشرة من روسيا، لكن خطوط الأنابيب الأوكرانية لا تزال تنقل الغاز الروسي إلى القارة الأوروبية. هذا وأعلنت أوكرانيا أنها تقدمت بشكاوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا والمجر بسبب حظرها استيراد الحبوب الأوكرانية. اعتبرت وزارة الاقتصاد الأوكرانية مثل هذه القيود انتهاكا للالتزامات الدولية لدول الاتحاد الأوروبي. أعلنت الدول الثلاث فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.
ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي، حيث واصلت أسعار النفط ارتفاعها فوق مستوى 90 دولارا للبرميل. جاءت الزيادة بعدما ارتفعت أسعار النفط العالمية هذا الشهر بضغط من تراجع الإمدادات، رغم أن المتوسط الوطني للأسعار أقل بكثير من المستوى القياسي في يونيو لعام 2022، إلا أن الأسعار الآن أعلى بمقدار 20 سنتا عما كانت عليه في هذه المرحلة من العام الماضي. حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية من أن فشل الكونغرس في تمرير تشريع للحفاظ على استمرار عمل الحكومة يهدد بتباطؤ الزخم في الاقتصاد. قالت جانت يالين أنها لا ترى أي علامات على أن اقتصاد الولايات المتحدة في حالة تباطؤ، وأن بلادها تراقب عن كثب أسعار النفط. في وقت تتزايد فيه التوترات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس، زادت المخاوف من عودة التضخم للارتفاع بشكل متسارع في ظل ارتفاع أسعار النفط مجددا واندلاع أحد أكبر الإضرابات العمالية في البلاد منذ عقود. وارتفعت أسعار البنزين الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي مع استمرار ارتفاع أسعار النفط بضغط من تراجع الإمدادات. وعلى الرغم من أن المتوسط الوطني للأسعار أقل بكثير من المستوى القياسي لجالون البنزين المسجل في يونيو 2022، إلا أن الأسعار الآن أعلى بمقدار 20 سنتا عما كانت عليه في هذه المرحلة من العام الماضي. من جانبها قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنها لا ترى أي علامات على أن اقتصاد الولايات المتحدة في حالة تباطؤ، لكنها حذرت من أن فشل الكونغرس في تمرير تشريع للحفاظ على استمرار عمل الحكومة يهدد بتباطؤ الزخم في الاقتصاد. في الوقت نفسه أكدت يلين أن بلادها تراقب عن كثب أسعار النفط، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد التأكد من أن أسعار البنزين في المتناول، كما أشارت إلى أن من السابق لأوانه معرفة التأثير الاقتصادي للإضرابات العمالية في صناعة السيارات الأمريكية، حيث يعتمد الأمر على مدة استمرار الإضراب. هذه التطورات تأتي مع استمرار إضراب تاريخي لعمال أكبر 3 شركات لتصنيع السيارات في الولايات المتحدة دون أن يظهر في الأفق موعدا لانتهائه، حيث لم يتم التوصل لاتفاق حول عقود العمل الجماعية الجديدة. استمرت المفاوضات ما بين نقابة عمال السيارات المتحدون و3 شركات في مدينة داتشورت الأمريكية مع استمرار إضراب العمال بسبب تدني الأجور لليوم الرابع على التوالي. أجرى ممثلو نقابة مفاوضات مع الشركات 3 مطلع هذا الأسبوع في محاولة لإنهاء أحد أكبر الإضرابات العمالية في الولايات المتحدة منذ عقود. ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم للجلسة الرابعة على التوالي بدعم من توقعات تراجع المعروض العالمي وزيادة الطلب في آن واحد خلال الربع الأخير من العام الجاري. صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% لتصل بذلك إلى 94 دولارا و3 سنتات للبرميل. زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس بقيمة 0.9% عند مستوى 91 دولارا و41 سنتا للبرميل، يعزى بذلك من مكاسبه منذ بداية العام إلى نسبة 17.8%. وارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر مع ترقب الأسواق لانطلاق اجتماع الفيدرالية الأمريكية. صعد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.1% ليصل بذلك إلى 1936 دولارا للأوقية، قرب أعلى مستوياته منذ الخامس من سبتمبر الحالي. كما زادت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% لتسجل مستوى 1957 دولارا للأوقية.
ارتفعت مؤشرات الأسواق الأوروبية خلال التعاملات وسط ترقب الأسواق العالمية لقرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. هذا وصعد مؤشر ستوكس يورو 600 بنسبة 2.1%، كما زاد كعك الفرنسي بنسبة 0.4%، وارتفع فوتسي البريطاني بقيمة 0.2%، فيما صعد داكس الألماني بنحو 0.4%. تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية في ختام تعاملات اليوم، إذ انخفضت الأسهم اليابانية وسط انخفاض أسهم شركات صناعة الرقائق، ليهبط المؤشر الرئيسي في بورصة طوكيو عند الإغلاق بنسبة 0.85%. تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية وسط استمرار مخاوف الأسواق إزاء الأوضاع الاقتصادية وتوقعات بتثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة الأساسية، ليستقر بذلك مؤشر شنغهاي المركب عند 3125 نقطة في نهاية الجلسة. تقدمت مطورة العقارات الصينية سوناك بطلب من الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة في خطوة تهدف لحماية أصولها، بينما تقترب عملية إعادة هيكلة ديونها في الخارج من الانتهاء. تعرضت شركة هي التي تحتل المركز 16 ما بين أكبر المطورين العقاريين في الصين من حيث المبيعات المتعاقد عليها، ليتخلف عن سداد مدفوعات سنداتها الدولارية لأول مرة في مارس لعام 2022. أكدت غرفة التجارة الأمريكية في تقرير أن تفاؤل الشركات الأمريكية العاملة في الصين بلغ أدنى مستوى على الإطلاق. قالت غرفة التجارة الأمريكية إن تباطؤ نمو التوترات الجيوسياسية تؤثر سلبا على كل المستثمرين، وتلقي التوترات ما بين بكين وواشنطن بثقلها الكبير على الشركات الأمريكية في الصين. ذكر البنك المركزي الصيني أنه سوف يعزز من جهوده لتحقيق استقرار التجارة وتحسين بيئة العمل للشركات الأجنبية. أكد محافظ المركزي الصيني على مبادرات في ندوة حضرها ممثلون عن عدد من البنوك والشركات الأجنبية الكبرى، منها دوتشا بانك وجي بي مورغان واتلا، ضمن جهود تعزيز الثقة البيئية الضعيفة هذا العام مع انتشار المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي. شهدت الصين أكبر نزوح لرؤوس الأموال منذ 8 سنوات، مما يعزز الضغوط على اليوان الذي تضرر بشدة مع بحث الشركات العالمية عن بدائل للصين، كما أن انتعاش السفر للخارج قد أدى إلى الإضرار بتجارة الخدمات. أظهرت بيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي تدفقات خارجة من الحساب الرأسمالي والمالي، وذلك بقيمة 49 مليار دولار في أغسطس الماضي، وهي الوتيرة الأكبر منذ ديسمبر لعام 2015 بحسب وكالة بلومبرغ، فيما تراجعت ملكية المستثمرين الأجانب للسندات السيادية الصينية إلى أدنى مستوياتها في 4 سنوات خلال أغسطس، كما تخارجوا من أسهم صينية بوتيرة قياسية قد بلغت 12 مليار دولار في نفس الشهر. لمزيد من الأخبار يمكنكم دائما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.